السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنصاوب واحد الحوته. لهذه الحوته ان شاء الله اول حاجه غادي نحتاجوها هي حوته. مهم على حسب الحجم نتوما اللي بغيتوا البنات، يمكن لكم تكون صغيره شويه على هكا، ولا يمكن لكم تكون كبيره بحال هكا. المهم الحوت ملي كناخذو بطبيعه الحال راه كنجيبوه منقي شويه، كنعاودو البنات عاوتاني كنقيوه مزيان، كنقيوه من الداخل مزيان. المهم اللي كنقيوه مزيان شنو بالشرملتو، انا درت ليه شويه ديال القزبر والمعدنوس، ودرت ليه شويه ديال الثومه والعطريه، درت شويه ديال التحميره، الكمون شويه اكثر منهم كاملين، زعما الكمون شويه كثير، درت شويه ديال الابزار، درت شويه ديال الخرقوم، وخلطت كل شيء مع الحامض وشرملت هاد الحوته مزيان مزيان. ومن بعد درت لها هذا البلاستيك غذائي ودرتها في الثلاجه، حتى كنبغي طبيعه الحال اني نطيبها وكنجبدها، ولا الا بغيتو طيبوها هذيك الساعه ما كاينش مشكل. المهم دابا البنات انتم كيف كتلاحظوا معايا راه باقيه متلجه، صافي ان شاء الله غنبداو المقادير اولا الخضره اللي غنحتاجو معاها. البنات عندي هنا جوج ديال البصلات، وحده المهم ما كبيراش بزاف وحده صغيره شويه. عندي هنايا الثومه، خمسة ديال الفصوص ديال الثوم. البنات عندي هنايا جوج ديال الحامضات، وعندي هنا فلفله حمراء وصفراء، وعندي الطوماط سوغيس، وعندي هنا القزبر والمعدنوس. مطيشه عندي هنايا، مطيشه ما كبيراش بزاف كما كتشوفوا معايا، مواسطه شويه. عندي هنا خمسة ديال المطيشيات مواسطين. وبالنسبه للبطاطا عندي هنا ثلاثة، وعندي هنايا ثلاثة واحد اخرين ديال خيزو. البنات يمكن ليكم ما ديروش الا ما كتمني ما كيعجبكمش ديروا معاهم خيزو بطاطا، بلاش ما ديروهمش. المهم انا غنوريكم الوصفه كيف كنديرها بالضبط، كتجي بنينه البنات بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها. دابا ان شاء الله انا غنقطع هاد الخضره كلها، ومن بعد نتلاقاو باش نبداو نصاوبوا الحوته ديالنا. البنات غنبداو من بعد ما غسلنا هاد الخضره ديالنا، غادي نبداو ان شاء الله نقطعوها. البنات كاع الخضره ديالنا غادي نوجدوها باش يبقى لينا، غير نسطفوها في اللاطه اللي غندخلوها للفران. صافي هاد الفلافل هما واجدين، غادي نقطع حتى الحامض، حيد لي هاد العظام اللي فيه. صافي البنات انا نكمل على الطريقه، غنصاوب الخضره ديالي كامله، غادي نقطعها. وبالنسبه للبطاطا وخيزو هما غنسلقهم في الكسكاس، المهم انا غنوريكم بعد ما نقطعهم نوريكم كيفاش كندير ليهم. البنات دابا وجدت الخضره ديالي، غادي نقطعها، غادي نقطع خيزو على هذا الشكل، نوريكم بحالاش كيجي على هذا الشكل بحال هكا. وبطاطا اولا بطاطا كنقطعها دائريه على هذا الشكل. صافي البنات غنكمل انا هكا. البنات من بعد ما قطعت الخضره ديالي، درت لها شويه ديال المعدنوس كما كتشوفوا معايا هنايا، القزبر والمعدنوس والثومه دقيتهم في مهراز، ومعهم شويه المليحه، شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال القزبر يابس، وشويه ديال الابزار.
المهم البنات غندير شي شويه ديال الزيت، واحد غير واحد بحال نقول معلقه صغيره ديال الزيت، صافي معلقه صغيره ديال الزيت. وغادي نحاول اني نخلط هاد الخضره ديالي مزيان باش تدخل فيها هاد العطريه اللي درنا ليها بحال هكا. دابا البنات اول حاجه بديت منها حاول اني نبدا منها حيت غتاخذ لي شويه ديال الوقت على ما نقطع الخضره الاخرى. دابا غنديها نديرها في الكسكاس، والبنات ما تسدوش الكسكاس، خليوه محلول، ما يمدوش عليه الغطايه ديالو اولا المغطى ديالو، خليوه محلول باش هاد العطريه الا درتو المغطى داك البخار كيهبط لنا هاد العطريه اللي عندنا هنايا. حنا ما بغيناش تهبط، بغيناها تبقى في هاد سميتو، واخا تاخذ شويه ديال الوقت ولكن معليش غادي نتسناوها. المهم غادي نديرها في الكسكاس وما غاديش نغطيها، ونخليها واحد شويه طيب واحد شويه، ومن بعد نطفي عليها، غير نحس بها طابت ونطفي عليها. صافي البنات غنكمل انا بقطع الخضره، تقريبا كامله كنقطعها دائريه. كنديروا الخضره ديالنا كتفور في الكسكاس باش كنربحوا شويه ديال الوقت، باش على ما نكمل انا هاد التقطاع ديال الخضره ديالي ونصفها في اللاطه، غادي تكون الخضره ديالنا واجده. كملتكم البنات، زدت هنا مطيشه انا نستفها بهذه الطريقه. مع البنات دابا غادي نزيد عاوتاني شويه ديال المعدنوس والقزبر اللي قلت لكم، ضروري البنات تبقاو ديروا ما بين كل طبقه ديال الخضره شويه ديال المعدنوس بحال هكا. غادي ندير هنايا تحت الحوته بالضبط، غادي ندير هنا واحد ثلاثه ديال الحامض. غادي ناخذ الحوته ديالي غادي نحطها مباشره هنايا، خشوي هاد اللاطه صغيره شي شويه، ولكن معليش ملي غادي تطيب غادي تبقاش بحال هكا. المهم دابا غادي نزيدو ليها هاد نص هنا الفلفله. كندير هنا الحامض، نزيد واحد معلقه، نزيد هنا واحد طرفه ديال الحامض ضروري. غنزيد هاد المطيش غنلوح هنايا نيسا. نزيد هنا هاد المطيشة، بلات غنزيد الزيت البلدية صافي. دابا غنديرو لها العطريه ديالنا. البنات درت هنا شويه ديال الشرموله اولا شويه ديال العطريه. البنات درت هنا شويه ديال جوج ديال الثومات، جوج فصوص ديال الثوم. درت هنا واحد معلقه صغيره ديال سكينجبير، ودرت معلقه ديال الخرقوم، درت الابزار، درت التحميره اللي ما درتش يمكن لكم تضيفوها، انا ما درتهاش ولكن يمكن لكم نتوما تضيفوها كتجي زوينه. صافي ما درت لا زيت لا والو حيت شتوني قبل درت الزيت. صافي البنات دابا كنحاول انني نسقي هاد الحوته ديالي غير هنا من الفوق بحال هكا، وكذلك هاد ندير بحال هكا باش تبان لكم احسن. شوفوا معايا، ودرت حتى الملحه، درت واحد شويه ديال الملحه. صافي البنات اللي كتشوفوا معايا انا غادي نسقي هذه كامله
وغادي نزيد هذا الشيء اللي بقى ليا هنا في الجيب، وطبيعة الحال المعدنوس حتى هو غادي نزيد واحد شويه. البنات انا درت فهاد اللاطه حيت انا بغيت نطيب في الفران ديال الضو، هادشي علاش درت هاد اللاطه. هذا اللي هاد اللاطه اللي كتقدر تدخل ليا الفران ديال الضو. المهم الا بغيتو ديروا في الفران ديال الغاز يمكن لكم ديروا لاطه مكبر من هذه اللي كتجي طويله بحال هكا. ملي غيطيب نص طيبه غنضيفوا على هذيك الخضره اللي باقا كطيب دابا في الكسكاس باقا ما وجداتش حتى يدير نص طيبه، حيت هذيك اصلا راه طيبه يعني غنديروها معها بحال تحمر شي شويه مع هاد المريقه والتعسل صافي البنات. المهم دابا غندي هاد اللاطه ديالنا للفران، ملي غطيب نص طيبه ان شاء الله غنتلاقاو باش نزيدو معها الخضره. البنات من بعد ما طبتينا الحوته ديالنا نص طيبه دابا غنحاول اني ناخذ هاد الخضيره غادي نستفها هنايا. كما قلت لكم راه طايبه يعني غير غتعسل مع هاد المريقه صافي. ثم البنات انا غادي نكمل على هاد الطريقه، وانا كنهز الخضره وكنحطها هنايا لتحت هنا حدا هاد المطيشه وحدا هاد سميتو صافي. البنات انا غنكمل بهاد الطريقه حتى نكمل، ومن بعد ان شاء الله نشوف الشكل النهائي ديال الحوته ديالنا. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحوته ديالنا. البنات كتجي خاطره يعني المريقه كتجي خاطره، ما كتجيش المريقه بزاف حيت كما شفتوا ما زدتش فيها غير واحد شويه، كتجي البنات بنينه. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا ان شاء الله في التعاليق.